كله بتاع ربنا، صلى على النبي تكسب. بعد الفيديو الاخير بتاع حواوشي عرب الرمل، لاحظت ان في ناس في الكومنتات طلبت مني اروح اجرب حواوشي ابو عقل اللي مكانه برضه في عرب الرمل في شارع المحطة. وبصراحه انا رحت لسببين، السبب الاول ان اساس فيديوهاتي دعم المطاعم، والسبب الثاني ان ده من بلدي ومن نفس قريتي فلازم ادعمه. وصاحب محل الحواوشي دوت الشاب المحترم اللي قدامكم ده، واسمه هشام عقل، وده يعتبر من اقدم الناس اللي فتحت حواوشي في عرب الرمل. بيقطع بقى حته اللحمه اللي هيعمل لها حواوشي، وبعد كده بقى مصطفى اللي شغال معاه بيوزنها، وبعد كده بقى بيبدا يقطع في اللحمه قطع صغيره لحد ما تتفرم خالص، وبعد كده بقى بيفرم حته السمين اللي هيحطها مع اللحمه، علشان السمين ده لازم يكون مع اللحمه علشان بيدي طعم حلو قوي للحواوشي. بعد كده بقى بيوزن اللحمه بعد ما اتفرمت خالص لقطع صغيره، وبعد كده بيوزن بقى السمين. والميزه اللي عنده ان هو لابس جلافزات، بيعمل كل حاجه قدام عينيك. ولو انت بقى حابب تجيب لحمه من بره او من عندك في البيت ويعمل لك حواوشي عنده، عادي بيعملها. بعد كده بقى بيبدا يفرم الخضره اللي هتتحط على الحواوشي. واكتر حاجه بقى كانت عجباني جدا عندهم ان كل واحد متخصص في حاجه، يعني واحد بيقطع البصل، واحد بيقطع الخضره، واحد بيقطع اللحمه، واحد بيرص الحواوشي في الصاج. ودي كانت اكتر حاجه عجباني جدا، بيبدا بقى ينزل بالبصل وينزل بالخضره بقى وينزل بالبهارات بتاعته، ودي بتكون بهارات مشكله، وبيبدا بقى يحط شويه شطه خفيف كده، وبيحط الملح بتاعه، ويبدا بقى يخلط كل الحاجات دي كلها مع بعض. بعد ما بهر الحواوشي بقى وعمل الخلطه دي كلها مع بعض، بيجيب بقى العيش اللي هيعبي في الحواوشي، وبيبدا بقى يعمل كور كده على قد رغيف الحواوشي، بيعمل بقى كور على قد الصاج اللي هيتحط فيه السندوتشات، بيبدا بقى يعبي كور اللحمه اللي عملها عشان يحطها في الرغيف العيش هو والراجل المحترم اللي معاه. وقلت بقى على بال ما يخلصوا تعبئه العيش اشوف راي الناس اللي بتشتري من عندهم حواوشي. رايك يا باشا في الحواوشي بتاع الناس دي؟ تيجي تاكل من عندهم كل قد ايه؟ هكون واخدين امبارح كمان يا جدع. بالليل والله كنا جايبين من هنا. بالهنا والشفا يا باشا. تسلم يا باشا. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ انت بتجي لهم منين تشتري حواوشي يا باشا؟ انا باجي لهم من بنا. من بنا؟ بقالي 3 سنين باجي لكم انا. حبيبي يا باشا، بالهنا والشفا يا باشا. ما باكلش حواوشي غير من هنا، معروف. حبيبي يا باشا، بالهنا والشفا. حبيبي. بعد ما عبوا العيش باللحمه بتاع الحواوشي، مصطفى بياخد السندوتشات كلها في الصينيه، وبيروح بقى يرص الصاج اللي هيخش الفرن علشان يستوي. بعد ما رص الصاج بالسندوتشات، بيدخل بقى الصاج في الفرن، وبيظبط النار بتاع الفرن علشان الحواوشي يستوي من فوق ومن تحت تسويه مظبوطه. كده بقى الحواوشي استوى، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. السندوتشات تفتح النفس من جمالها وريحتها. سالت برضو فهد، ده راجل اكل بقى بياكل من عندهم على طول حواوشي، وده كان رد فعله لما سالته عن الحواوشي. ايه رايك في سندوتش الحواوشي؟ حلو. تسلم ايد ابو عقل نمبر 1، ابو عقل واحد بس. مبسوط يعني؟ احسن حاجه ابو عقل. بالهنا والشفا. حواوشي ابو عقل. ده بقى حسام اشرف شغال معاهم برضو، كان بيطلع الماسوره كده من الفخده وبيشفيها. الماسوره دي بقى بتتعمل احلى شويه شوربه جامدين قوي كده، وبيكون جواها نخاع كمان بيتاكل. حواوشي ابو عقل نمبر 1، الاداره شطاره.